من اللحظات المؤلمة والموجعة والتي لا تنسى في عالم المستديرة لحظة وقوع البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة مصابا في اللقاء الذي جمع الإنتر مع لاتسيو على ملعب الأولمبيكو عام 2000 في نهائي كأس إيطاليا. وفي التفاصيل، عاد رونالدو الذي أثقلته الإصابات ولكنها لم تنل من عزيمته بعد 4 أشهر من مغادرته المستطيل الأخضر مرة أخرى بعد إصابة لعينة. وأمام الآلاف من المحبين على المدرجات، لمس رونالدو الكرة لم يتجاوز أعداد أصابع اليد الواحدة ليسقط الظاهرة من دون أن يحتك بأي لاعب، ويصرخ تلك الصرخة التي أسمعت كل من في الأولمبيكو، سقطة سقطت معها متعة كرة القدم، ليخرج على النقال متألما ومتوجعا ليكتشف أن الإصابة نتج عنها قطع في جميع أربطة القدم، ليغيب على إثرها لمدة 15 شهرا من دون أن يلمس الكرة. إصابة لو كانت بقدم أي لاعب آخر لأنهت حياته الكروية، ولكن لأنه الظاهرة عاد بعدها في كأس العالم 2002 وقاد السامبا لوضع النجمة الخامسة على قميصهم، ولم يكتفي بذلك فقط بل نال لقب الهداف أيضاً.